في أي مجتمع في العالم، في أي دولة في العالم، لما السلبيات بتزيد تبقى أكيد المجتمع ماشي غلط، ولما الإيجابيات بتزيد يبقى المفروض إن إحنا ماشيين صح. أنا بتكلم هنا عن الأخلاق وعن التصرفات اللي الواحد ممكن يقوم بيها، وخصوصا في وقت الأزمات. بتكلم عن المجتمع بشكل عام اللي طول الوقت بيتكلموا عنه إن هو متدين بطبعه. طب وأخلاقه عاملة إزاي؟ حضراتكم دايما بنقول ان احنا لا ده احنا ملتزمين و و و لكن طب احنا ماشيين في الشارع ازاي؟ اخلاقنا على مر السنين هل تطورت للاحسن ولا تطورت للاسوأ؟ دور المدارس، دور الحضانه، دور الكليات، ودور بيوت العباده، دور ادوار كتيره جدا. هل احنا فعلا في طريقنا الصحيح ان احنا الاخلاق تبقى افضل، ولا للاسف الشديد السلبيات زادت؟ الدكتور عبد الحميد زيد، استاذ علم الاجتماع بجامعه الفيوم ونقيب الاجتماعيين. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل. ازي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. دكتور، مجرد ان انا بكل صراحه شديده اقدر اقول ان احنا في المجتمع المصري للاسف الشديد في خلال 30 40 سنه الاخلاقيات والسلبيات زادت، صح ولا انا غلطان؟ صحيح. هو بس يعني مفيش حاجة بتقف، ممكن بيبقى فيه تحسن في بعض الجوانب وفي زيادة مفرطة في جوانب أخرى. المجتمع بمؤسساته المختلفة ما قدرش يعمل عليها كنترول، ما قدرش يعمل عليها، ما اشتغلش على ده، على إنه القيم والسمات أو الصفات الجيدة تزداد رسوخاً وتاخد مساحة أوسع، وإنه السمات السلبية أو اللي المجتمع يرى أنها سلبية، لأنه في الأول وفي الآخر المجتمع هو الذي يحدد باتفاقه وبالوفاق اللي فيه ما هو المرغوب فيه والمرغوب عنه. فبالتالي إحنا ما اشتغلناش صح في العقود الطويلة الماضية، لا في التربية ولا في الصحة ولا حتى في الأخذ بأساليب تنمية الشخصية المصرية في سياق الشأن العام. طيب ناخدها ببساطة شديدة ونقول، ونبتدي في البداية كده نقول، هو شكرا ولو سمحت وبعد إذنك وأنا آسف ليه قلت؟ لأني ما تعلمناش عليه من البداية. يعني بصراحة شديدة إحنا ما بنترباش على ده، ولما نتربى على ده في البيت ممارسات الشارع ووسائل الإعلام بتدينا نماذج تكسر وتهدم كل القيم الإيجابية اللي ممكن في البيت تتعلمها. وعشان كده التربية في دول كتيرة، وإحنا عارفين ده ومدركينه جيدا، إنه ما هياش في جزر منعزلة. الأسرة منفردة لا تستطيع حتى وإن كانت قادرة أن تغرس قيما في معزل عن الإعلام والشارع والمدرسة ومؤسسات أخرى كثيرة. شريكة في هذا، شريكة في هذا ومكون رئيسي، لأنه الوظائف الرئيسية للأسرة مش بس إنجاب أطفال بطريقة شرعية، لا، تربية الأطفال اللي هي منجبة بطريقة شرعية بالشكل الذي يرغب فيه ويرتضاه المجتمع. يعني شرط أن تكون الأسرة ناجحة أن تعطي للمجتمع منتج يتقبل السلوك والقواعد والمعايير بتاعة المجتمع بشكل لا يتبرم منه ولا ينحرف. يبدأ الخلل يظهر لما يبقى عندنا إما أطفال بطريقة غير شرعية، أو أطفال موجودين في الشارع بلا مأوى، أو أطفال موجودين في حضن الأسرة وفي حضن المجتمع لكنهم يرفضون النظام اللي موجود ولا يتعاملون بجدية. وكل القيم السلبية اللي سعادتك بتتكلم عنها تبقى موجودة. طب كل الاحترام اللي حضرتك بتقوله، وجبت لي شرايح مختلفة من المجتمع وإلى حتى طفل الشارع، بس حضرتك في كل المستويات، إذا كان المستوى المنخفض ماديا أو مستوى متوسط أو مستوى عالي، الأخلاق قلت. ما هو سعادتك بالإضافة للي احنا بنقول عليه التنشئة وتقديم القدوة،
كيف تكون ممتثلا؟ يعني الإنسان يبقى ممتثل ويؤدي ما يجب أن يؤديه كيف؟ إذا كانت هناك ضوابط، يعني ضوابط إما رسمية أو ضوابط غير رسمية. الضوابط الرسمية هي التشريعات في المجتمع كافية لعقاب وردع المخطئ أم لا؟ إذا كانت غير موجودة أو غير كافية فثق أن هذا سيكون سببا لانتشار القيم والسلوك السيء. الضوابط اللي كان بيسد هذه الفجوة قبل كده إنه الضوابط الغير رسمية كانت كافية، يعني العيب إن أنت تخاف كلام الناس، إن هتلاقي واحد على الناصية يحمي بنتك وهي تجيب حاجة وراجعة، إن محدش هيسمح للعيب إنه يتداول. إنما أنت دلوقتي لما أنت تبقى ماشي وحد، يعني مش لازم يبقى المثال كده، صاحب توك توك أو سواق يخبطك يقول لك مش تفتح وأنت كذا، يقول لك لفظ ما تقدرش تقوله، طب تعمل إيه؟ أنت راجل أساسا واقف أساسا، أنت واقف أو يعني أنت ما غلطتش. طيب أنا يعني حتى لو حصل ده ما أنتش قادر، لأنه مين هينصفك؟ ده نمرة واحد. مين هيلحقك من الآخرين؟ نمرة اتنين. يبقى انت حتى لو دخلت في نقاش دفاعا عن السلوك القويم او القيم المفترض انها تبقى سائدة، يعني زي بنت ما تخطف منها الموبايل او حد يعكسها، انت مطالب بحمية وبرسوخ القيم اللي عندك، ان تدافع عن القيم الانسانية، انه عيب بنت او اخت يتعامل فيها كده وانت قدامك. انما انت بتفكر ايضا، يعني اذا دخلت في نقاش مع هذه الشريحة هتعمل ايه؟ ما هو على بال ما ترن على التليفون ويجي لك حد تكون تحولت الى فتافيت، وما انتش مش لاقي اللي يعضد فكرة الدفاع عن هذه القيمة معاك في الناس. يبقى لا ضوابط غير رسمية بقت موجودة ولا الضوابط الرسمية في التشريعات كافية. فأنت الآن الحساب أصبح إمكانية تطبيقه ضعيفة جدا. وإذا أمن الإنسان من الحساب ساء أدبه وسلوكه. أنا يعني لازم أنا هتحفظ على اللي حضرتك بتقوله، يعني مع كل الاحترام طبعا، احنا ما بنقولش، يعني ما بقولش انه ده بشكل عام، لانه بنشوف كثير من المواقف اللي فيها الشباب او الشابات بيقفوا وبيبقى في عندهم الناحيه الايجابيه ومش السلبيه طول الوقت. ولكن احنا برضو لازم نقول ونعترف انه السلبيه زادت عن الايجابيه. انا يعني مع حضرتك، وانا اللي قلته ما هواش يعني اشاره الى ان هذا تعميم، لا، لكنه أصبح ظاهرة إذا كان متكررا. طيب أنا وإذا كان منتشرا فأصبح ظاهرة تستحق فعلا الفحص والدراسة. طيب أنا هديك مثال قبل ما عشان التحفظ ينشال. كم حالة تعرض منقذها للضرب والهلاك؟ يعني كم حالة استطاع، يعني أراد حد شاب أنه يتدخل إنقاذ كذا او الدفاع عن حد وتعرض للهلاك او الضم او الضرب او اصابات بالغه كتير، كل يوم بنقرا وكل يوم موجود. ولكن ده موجود طول الوقت. موجود، لا، لكنه لم يكن هكذا. لم يكن هكذا من المعتدي يا فندم، او من يا فندم المخطئ. الدرجه، بص، زمان كان الرادع لسلوكنا انه الغيبه والنميمه. انت عارف لما تشعر ان اتنين بيتكلموا على واحد لان سلوكه كذا، كانت ده فقط مجرد عيب. ان الناس بتتكلم عليك عيب. رادع قوي لسلوكنا. دلوقتي مش بس يقولك انت مالك انت، ولو هو في وضع اقوى منك يعني مش هتجاريه. وبالتالي النقطه دي قبل ما نسيبها، احنا محتاجين مراجعه لكل تشريعاتنا عشان
نحمي القيم السليمة. تمام. ونعطي فرصة نعم للناس المحترمة أن تدافع على فكرة التعايش السلمي والفكر الإنساني، يعني القيمة المحترمة الشهامة الكلام ده. حضرتك أكيد تتفق معايا أن إحنا مصر مرت بظروف مش سليمة بعد ثورة 30/6 وعدم الأمن وعدم الاستقرار و و و ومرينا كمان بمراحل أخرى سابقا بعد ثورة 25 يناير لما كنا بننزل ندافع عن بيوتنا وندافع عن أهالينا و و و إذن لما المصري بيمر بتجربة حاجة ظرف طارئ بيقف ويتصدى وبيقف ويعمل حاجة إيجابية، زي آخرها مثلا حادثة القطار يوم الخميس اللي فات لما شفنا ناس عمالة شباب بيجيبوا جراكل وبيطفوا الناس اللي بتتحرق في الحادثة يعني أنا قصدي أنه مش لهذه الدرجة احنا وصلنا للسلبية، لكن في موجود عندنا حالة الإيجابية. سألتش نفسك ولا أنا غلطان؟ لا مش غلطان، بس مش هقول أو كده. عاوز أقول لك، ما سألتش نفسك نوعية الناس اللي كان بان عليها الرجولة والشهامة ونوعية الناس اللي كانت بتصور في الموبايلات؟ بمعنى يعني الناس، المواطن العادي هو من أنقذ، هو من كان شهما، هو من كان لديه الإنسانية، واللي كان بيصور كلهم تقريبا شباب نقدر نقول عليه متعلم. متعلم جيل جديد. يعني أما تشوف الناس اللي كانت بتاخد سيلفي واللي بتصور واللي مشغولة بتوثيق الخبر رغم أن هناك من يحترق، ها؟ والناس العادية مين اللي كان شغال في الكشك أو كذا أو كذا؟ هم الناس دي هم اللي لسه ذخيرة هذا المجتمع، هم من يحملون القيم الأصيلة في المجتمع. إنما هؤلاء من اختلطت أفكارهم المصرية وقيمهم المصرية الأصيلة بأفكار أخذوها من مصادرها من خلال تكنولوجيا الاتصال. نحن كمجتمع في حاجة إلى النفيق، وإذا كنا هنفوق دلوقتي فإحنا برضو هنفوق متأخرين، لأن أولادنا أصبحوا يستقون معلوماتهم وقيمهم من ثقافات أخرى قد لا تلائمنا، وعلينا أن نفكر ماذا نفعل مع هذا الجيل، ومش بس نسأل السؤال ونلزق الإجابة على حاجة معينة. نقول الأسرة غلط، هنقول المدرسة برضو ما ينفعش، هنقول لا، إحنا محتاجين أولا أن نتفق نعمل إيه، إحنا عاوزين نفسنا نبقى شكلنا إيه، وبعدين مين يقدر يعمل ايه؟ الاسره بوقتها الحالي بهمومها باعمالها، نديها الدور اللي تقدر تعمله، ما نحملش على اكتر، وبعدين المدرسه، وبعدين كذا، ونراقب ده. يبقى فيه يعني قطاع للاسره، قطاع للاخلاق. يعني احنا عاوزين، يعني ما ينفعش نسيب كل حاجه تمشي من غير متابعة. طبعا يعني مش هتقول ده شغل حكومة ولا هتقول لا كلنا، بس يبقى فيه ناس متخصصين يدونا جرس مين يعمل ايه، تحديد ادوار دقيقة. دكتور انا كنت امبارح في يوم السبت في برنامج صفحة جديدة في نهارك في ناين لايف برضو، وكان معايا دكتورة خاصة في مجال الإعلام وكده، واقترحت إن احنا نعمل وزارة للوعي، الوعي بشكل عام. بص حضرتك، هو مش هينفع نعمل وزارة لكل حاجة حلوة احنا عاوزينها. ليه؟ ما في بلاد عملت وزارة للسعادة وناجحة. بس هم وصلوا لدرجة إن السعادة بقت مطلب، أو يعني إنما إحنا عندنا حاجات كتيرة. الوعي من وجهة نظري يعني جملة الفهم والإدراك بتاعة المواطن
بحقيقة قضايا المجتمع والمسؤولية في تنفيذ هذه المهام والمسؤوليات. ده يتحقق في كل المجالات إذا ما دقينا عليه أو اشتغلنا عليه. يعني الوعي بإيه؟ وعي اجتماعي، وعي بالشأن العام للمواطن، وعي ما هو بكل أنواع أشكال الوعي، بص تحققه في مجالات عديدة. إذا ما وفرت، أنت عاوز الإنسان اللي قدامك يبقى فاهم، يبقى وفر له بيانات ومعلومات واضحة وصريحة ودقيقة، وهو ده الهدف. علمه في مراحل تعليمه المختلفة وفي أسرته. فقد الشيء لا يعطيه، ما تجيبليش معلم غير مدرب وغير معد وكذا وكذا وتقول له تديله ابني، هيديله ايه؟ فاصلا حتى لو عملت وزارة للوعي ووزارة لأي حاجة لن يتم تحقيقها، لانه ده سلوك انساني وده ترسيخ لقيم مفروض نتعلمها من الاول، ايه هو المرغوب فيه والمرغوب عنه من خلال افعل ولا تفعل. افعل ولا تفعل مش هتتحقق من خلال الطبطبة والمحايلة بس، لازم يبقى فيه ضوابط. وعشان انا حتى الضوابط الغير رسمية تبقى جاهزة، ان تعملي البيئة الحاضنة، ان هي لما اقولك عشان خاطري عيب تتكلم كذا، البيئة الحاضنة انه لو انت اخطأت فيا الاقي اللي ياخد لي حق منك. انما يعني ما ينفعش كله يبقى الكل في مواجهة الكل ومفيش تدخل ومفيش حساب ومفيش رقيب، وتقول لي احنا يعني هنمشي في اتجاه تنمية القيم الإيجابية. والله دكتور انا ابتديت اشوف، مع كل الاحترام برضو لكلام حضرتك، انه ابتديت اشوف انه في فعلا قوانين والقوانين بتتنفذ. يمكن صح كان صح زمان قوانين ما لا تنفذ، لكن دلوقتي ابتدينا نشوف مثلا الرقابة الإدارية يعني مش سايبة حد إلا ما بتمسكه وبتقدمه للعدالة. ابتدى قانون المرور، بقى فيه قوانين كتيرة جدا دلوقتي انك انت بيرضع اللي ممكن يغلط تمام في الشارع، وخصوصا في الأعياد مثلا ابتدينا يبقى فيه حاجات زي كده بتوقف المتحرش ولا 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 ولا. يعني اعتقد انه في بداية في الموضوع ده من الناحية اللي حضرتك بتتكلم فيها، ان يبقى فيه بالظبط. انا عشان كده يعني عشان كده انا بقول ايه، احنا عاوزين نمشي في الطريق ده. نمشي في الطريق ده ازاي؟ لانه الصرامة والحسم في تطبيق القانون ستؤدي بلا شك إلى عدل سريع وناجز. العدل السريع الناجز والحسم في تطبيق القانون سيقدم لنا قدوة ومثل في الضوابط. تمام. يعني ما هو ماشي عكس الاتجاه ليه، لانه عملها 100 مره ومحدش حاسبه. محدش حاسب. تمام. اما هيحاسبه وانا هشوف خلاص. يعني انا قصدي اقول ايه، الحسم والعدل بالسرعه هيدينا نماذج وقدوه. انا معاك، يعني مش هيحصل في يوم بليله، هو اجتهاد، لان اللي بيطبق القانون برضو ما هوش الوزير، ده هو مصري وبشر وتربى زي ولديه، يعني ممكن يبقى حاجات كويسة وجوانب فيها خلل، يعني في الشخصية برضو، لانه احنا كلنا كده. يعني عشان خاطري، طب معلش، طب يعني مش مجتش من مرة، يعني هو لازم الحزام يبقى، يعني احنا ده احنا تربينا عليه. انما لو احنا تربينا على الحسم وانه كل واحد هياخد حقه، اكيد حاجات كتيرة من اللي احنا بنقولها دي مش هتحصل. يمكن واحد من المؤسسات المصرية اللي فيها حسم هي القوات المسلحة. طبعا بلا شك. وعشان كده هي واحد يعني من اهم المؤسسات اللي قومت يعني وقفت جنب بلدنا ووقفت جنب الشعب المصري. طبيعي. ودايما حضرتك المشاريع القوميه بيبقوا هم مشرفين بس من النواحي،
طبعا تنظيمية. تنظيمية يعني هو عشان بص انا عاوز اقول لك حاجة، الصرامة في التنفيذ، هو ال 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 الثقافة العسكرية اهم ما يميزها الرجروز الدقة في التنفيذ. نعم. وتسلسل الهرمي، وحتى هم لما بيناقشوا بيناقشوا الفكرة من فوق لتحت وتحت فوق، يعني بيعملوا لها يعني تحليل مختلف. وعشان كده المشاريع بتنجح. بتنجح ليه؟ لأن ما فيش غير واحد زائد واحد يساوي اتنين. ما فيش معلش. ما لا خلاص. ما فيش أصلا. هي تعليمات. هشرب كوباية قهوة واجي لا لا أو خلاص. شاي واجي لا لا لك وأشرب الشيشة واجي بالظبط. يعني ما فيش الكلام ده. لا لا لا، ما عشان كده هو كل مكان العمل في، ما هو ليه ليه يقول لك الناس بتفتخر ان احنا دولة مؤسسية او دولة مؤسسات؟ لان هي اللي بتحدد ما يجب، المؤسسة بقى بتحدد ما يجب ان يفعل في الموقف، يعني بتحدد الواجبات والحقوق، من منا يفعل ماذا وكيف يؤديه. هي كده اللي بتعمله الجيش، اللي بيعمله بتعمله المؤسسة العسكرية، محددة بالظبط مين يعمل ايه وأديه وعشان الهدف خلاص التارجت انتهى والتايمينج بتاعه والالتزام. فعشان كده هي مؤسسة بمعنى الكلمة، ان العمل الروتيني الاجراء العمل اليومي محدد وفق اساليبه، يعني اللي بيحتاجها الموقف بالظبط. انت بقى عشان تعمل كل المؤسسات كده انت محتاج وقت، بس نمرة واحد تحط التنظيم مين يعمل ايه امتى وازاي. نمرة اتنين تحط الضوابط، اللي ما يعملش ايه ياخد ايه. كل مكان الضوابط عادلة، يعني ما ينفعش واحد مثلا يعمل حاجة كبيرة يسرق بنك ياخد سنتين، وواحد يسرق رغيف ياخد شهرين. انت خد بالك لازم يتناسب التشريع والضبط مع الجرم اللي بتعمله. السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي اللي هي غزت العالم، مش في مصر بس والعالم العربي، في العالم كله، واحد من ضمن مساوئها السلبيات اللي زادت في 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 في, في الاخلاقيات الشعب المصري. طبعا اكيد، وبدون تسيير انا عاوز اقول لك. طب ليه؟ دي نتاج لعولمه الافكار. يعني خلي بالك احنا مفروض علينا قصرا بالقوة ان نحاكي تجارب الدول الغربية وانماط سلوكها، رغم ان هذه السلوكيات نتجت في بيئات مختلفة وخصوصيات مختلفة. فانت عندك يعني كل الاتفاقيات التي اجريت وكل السياسات الدولية بتستهدف إلى تنميط سلوكيات البشر في دول لها فرص أقل في النمو زينا، عشان يبقى سلوكنا زيه. تبالك. وبالتالي أنت عندك وسائل الاتصال والتقدم التقني الرهيب سهل، وبقى عندك سيولة في المعلومات. للأسف الشديد أنت منتش ما عندكش نظرة في المعلومات زي زمان، وانت خايف ان ما يبقاش عندك معلومات. بالعكس، ده مشكلتنا ان احنا في حاجة لتيسير ما لدينا من معلومات، تيسير فهم ما لدينا من معلومات. احنا محتاجين حد يفرز دلوقت، وده الدور اللي المجتمع والاعلام يتنبه له. انت محتاج حد فاهم وقاري ومحترم يفرز لنا المعلومات الكتيرة دي، ايه الخطأ وايه. مين اللي تقوم بانك انت لما تجي لك؟ طيب ما هو الوعي ولا الهيئه العامه للاستعلامات ولا الاعلام ولا طب ما انا حاجه اعمل ده، هيقول لك لا. طب وانا شغلتي ايه في الاعلام؟ يعني ما من ضمن من ضمن. لا انا لا، ما حضرتك ما يهمنيش مين اللي يقوم بيها. تمام. انا يهمني مين مقتنع بالفكره، ونحدد ادوار محدده ونقعد مع بعضينا. يبقى ده تارجت دولة، ده شأن عام، ان احنا نحمي جيل اتربى على معلومات فيها الغس والسمين. احنا عاوزين حد يكتب التاريخ من جديد،
كتابة وطنية مش كتابة عصرية، يعني نسبة إلى العصر. يعني يهتم بمواقف الإنسانية في التاريخ، البطولات، الحاجات القومية المحترمة، وفي نفس الوقت ندافع من عن تراثنا، وندافع عن أهم القيم النبيلة المحترمة. تمام، وندافع عن المعلومة الخطأ اللي ممكن توصلك عن طريق السوشيال ميديا عشان تهد بلدك. أنا ده اللي أنا محتاجه في العصر الجديد، وعامل السرعة هي أهم. واحد سوبر فاهم، قاري، مثقف، شاب، طبعا، عشان يتعامل مع المعلومات الكتيرة دي، يعمل لها فلترة، يقول لنا مين ايه الصح من الخطأ. نورتنا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. انا وقتي طبعا انا نفسي اقعد اتكلم مع حضرتك اكتر واكتر في الموضوع ده. يعني دكتور عبد الحميد زيد، استاذ علم الاجتماع بجامعه الفيوم ونقيب الاجتماعيين، نورتنا وشكرا لحضرتك. وحضرتك اكيد تيجي لنا تاني ونتكلم في الموضوع ده، الموضوع ده هام جدا. ان شاء الله. احنا لازم مجتمعنا يبقى للافضل مش للأسوأ في السلوكيات. ان شاء الله. احنا محتاجين طول ما احنا موجودين وعندنا إخلاص للشأن العام ولهذا البلد، لازم ندافع ونتكلم بحرقة حتى ننجز ما نريده. شكرا لحضرتك. شكرا فندم. فينجر برينت ده عبارة عن المؤتمر الصحفي للقمة الثانية للقادة المصريين. إيه هو فينجر برينت؟ هنعرف في التقرير اللي جاي.